طيب عايز برضو اسالك في حته مهمه جدا. احمد سمير فرج كان باك ليفت، اشتغلت في النادي الاهلي باك ليفت، واشتغلت لغايه ما وصلت مع مانويل جوزيه في الفريق الاول، خدت لك فتره حلوه مع مانويل جوزيه. لما شفت النادي الاهلي جاب يحيى عطيه الله، راجل متابع، شايف امكانيات يحيى عطيه الله في ناحيه الباك ليفت دي خاصه، ودايما احنا بنحب المقارنات، جاي بعد معلول. والله انا بشوف ان يعني النادي الاهلي دايما كان عنده حته الليفت دي على مدار التاريخ مميزه جدا. اتحسد فيه يعني النادي الاهلي ما عندوش مشكله في الباك ليفت. من انا مش عايز اتكلم عن الجيل اللي قبلي، لكن انا طلعت على الكوره لقيت الكابتن ياسر ريان وكابتن محمد عمار. يعني دايما حد يقول لي قول التشكيل الامثل والحاجات دي، ما بقولش انا بقى كابتن طارق وزيد سمعت ان هو كان حاجه خيال، وكابتن حسن شحاته ما شفتهمش، كابتن خطيب، كابتن علي ابو جريشه. لكن انا من اول الالفينات يعني سنه 2000 تحديدا او 1990. صغير قوي يا احمد، ما تحسسنيش يعني ان انت. لا انا بكلمك انا 86 فانا ما شفتش الناس اللي قبليه. فالنادي الاهلي على مر العصور تيجي تقول كابتن ياسر ريان، كابتن عمار، انت فتحت عينك على الاثنين دول بدايتهم في النادي. جلبرتو محمد عبد الله الله يرحمه، سيد معوض مزبوط. ممتاز، علي معلول. فانت بتتكلم الاهلي عمره ما، لكن هي الاهلي يبقى عنده مشكله وجهه نظر متواضعه لما يرجع علي معلول. ايوه، هل انت هتضحي بمين؟ هل علي معلول بعد الاصابه ربنا يا رب، عشان انا بحبه، لعيب ممتاز ولعيب خلوق والكلام ده، فهل هو هيرجع نفس المستوى بتاع علي معلول اللي قبل الاصابه؟ لان لو رجع نفس المستوى يبقى مشكله النادي الاهلي، مشكله كبيره مش سهله. اثنين عقودهم كبيره، لعيبه دوليه، وما تنساش ان يحيى عطيه الله دولي، ما اختلفناش. بس هو علي معلول خلاص خد قلب الاهلاويه، وراجل عنده رصيد، ورصيده يسمح له ان الاهلي يستحمله والكلام ده. فانا بشوف ان النادي الاهلي طبعا محق انه يجيب باك ليفت، لان لما تيجي تشوف لو الاهلي عاوز يجيب باك ليفت من الدوري المصري مع كامل احترامي مش هيلاقي الكواليتي ده. الكواليتي بتاع يحيى عطيه الله. لكن ممكن، خلي بالك مش عايزين نسبق الاحداث برضو، بمعنى يا استاذ محمد ان انت ممكن النهارده يحيى عطيه الله لاعب ممتاز ممكن يفشل في النادي الاهلي. دي ممكن ما يبقاش توفيق من عند ربنا. يعني هو علي معلول خلي بالك من اللعيبه اللي هي ذكيه في التايمنج بتاعه والطلوع. يعني علي ما تيجي تدي له الكوره مثلا وتقول له روح عدي من فلان وعدي من واحد واثنين، ما بيعملهاش زي محمد بركات مثلا كده، كان اخطر لاعب في مصر ما بيعديش. لكن هو التايمنج، يروح امتى ياخد الكروس، امتى يلعب الباص ويتحرك تاني زايد عشان اللعيب اللي خط الوسط. ودي حاجه صعبه ممكن بعض الناس ما تاخدش بالها منها. هو لعيب ذكي. لكن انا بشوف المقارنه هتبقى اصعب ليحيى، لانه جاي على لعيب عنده رصيد كبير، جاي للعيب عامل سي في قوي جدا في النادي الاهلي، عنده شعبيه كبيره. فاعتقد ان ده هيحطه تحت ضغط، لان لما علي يرجع جمهور النادي الاهلي والرصيد بتاع علي معلول عنده يسمح له ان الاهلي يصبر عليه ويتفرج عليه تاني وتالت ويصبر عليه. يعني